أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مركبة مركز الخدمات المتنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التي ستخدم الكثير من أفراد المجتمع وبوجهة السرعة. وتأتي هذه المركبة في إطار التوسع في الخدمات المقدمة من قبل القيادة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. رسم البسمة على وجوه المتعاملين وتطوير الخدمات بشكل مستمر نهج تسير عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة المدشنة مؤخراً أحدث خدماتها في مركز الخدمات المتنقلة ضمن جهودها المتوافقة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين. أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز الخدمات المتنقل، والهدف من المركز هذا اللي هو تقديم خدمات الشرطية والمرورية لكافة شرائح المجتمع وإيصال الخدمات الشرطية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك لتسهيل على المتعامل الحصول على الخدمات اللي تقدمها القيادة وإيصال الخدمات له وين ما يكون. تستهدف المركبة هذه الشرائح المجتمعية كافة، وكذلك لتعزيز الدور المجتمعي للقيادة والمساهمة في الفعاليات في إمارة الشارقة، وكذلك إيصال الخدمات هذه للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وشرائح المجتمع مثل كبار السن وأصحاب الهمم. وللتعرف أكثر على ما يقدمه المركز المتنقل، توجهت عدسة أخبار الدار للمركبة الأحدث في أسطول مركبات شرطة الشارقة، وسرعان ما رصدت البسمة على وجوه المتعاملين وبما تضمه من أنظمة ذكية تواكب تطورات العصر بهدف تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان تواجدهم، حيث يقدم المركز أكثر من 30 خدمة مرورية وجنائية متنوعة بكل سهولة ويسر. تسهيل الحصول على الكثير من الخدمات وتعزيز مكانة المنظومة الشرطية هو ما جاءت لأجله هذه المركبة المتنقلة والمزودة بأحدث التقنيات لتحقيق سعادة المتعاملين. لإخبار الدار، سعود الكتبي من مركز خدمات المرور والترخيص الشارقة.